اليوم راح احكي لكم قصتي مع البيدز، فتابع الفيديو الاخير واستمتع في كل لحظه فيه. قبل سنة تقريبا اجتمعت انا واصدقائي، كنا نلعب كرة في ملعب قريب لنا. راح كنت العب عادي، كنت تعبان وكذا زي كذا، لكن شوي جاءوا شوي بنات يتفرجون علينا. عندما جاءوا البنات صار كريستيانو ما يلحقني يا اخي. وات ذا فاك، كنت اتحرك لا اراديا يا اخي، اتحرك وكذا بوم بنلعب ساعة كده شوي وانتهينا. خرجت من الملعب، ومن هنا بدأت القصة مع الفتاة المشاهدة. دعنا اشرح لكم. عندما كنت خارج قالت لي واحدة فيهم، واو انت شوش في جانكوك. شفت لها شوي شعور غريب يا اخي، وقلت لها تقريبا سنأسمي صراحة بنت جاتني جميلة يا اخي، بطريقة لباسها وضحكتها وابتسامتها وكيدا. لذلك قلت نفتح معها مواضيع ونتكلم وكيدا، فسألتها انت من الارميز؟ وعند سألتها يا اخي ندمت ليش سألتها يا اخي، سألتها وضلت تحكي مرت نص ساعة ومازالت تحكي، مرت ساعة ومازالت تحكي. يا اخي راس الفجر يا اخي، شخصيتهم كيدا وجاب كوفي، كيف شخصيتهم وشكلهم، كيف شوف كيف شخصيتهم، شوف كيف يلبسون. وانا اقول لها شو ذا الكلام كامل يا اختي؟ والله انتي ترتاره يا اختي، الله يسرها ما تسكتين. الله يكون في عون زوجك يا شوفي وجهها، القدم تخرج من عينيها، وجه البنت كماش وكذا، ولا ما فهمت شي شو هذي. والمشكلة في صديقتها، عندما جاءت صديقتها احكي لكم على صديقتها. جاءت صديقتها كالعاصفة، وجاءت يا اخي وبطنها كبيرة، جاءت انتي ليش تبكين؟ شو عمل لك ده؟ من وين جا ده؟ تأدب شوي، احنا تكلمنا معك بشوي، وانت تصرخ علينا ومتحترم نفسك، وانت بتحدث معنا. وانا بتحدث معك، انت نتحدث مع صديقتك. وجات تصرخ علي، والمشكلة مو هون، المشكلة من الناس، في ناس في الحديقة تقريبا كلهم اعرفهم احترمهم ويحترموني، لنا احترام لبعضنا. فجأت تصرخ عليك امامهم وتصرخ والناس شمعوا علينا. انا ما فهمت ولا شيء انا، وبس هون انتهت القصة. بقت تصرخ شوية، انفرق المجمع وكل واحد ذهب لمنزله، وأنا أحكي القصة من وادي الواد وأنا مع أولادي الجواد. لما فهم ده فهمك يا أخي، والله فهمك. ذهب من وادي الواد أي قصة انتشرت من جيل لجيل. كيف انتشرت من جيل لجيل؟ لأن هذا الفيديو يمكن يبقى حتى للأجيال المستقبلية مخلد. وإن كنت تراني في 2060 أو 2200